انا هنا شغال صنايعي يا باشا، فول مش سندوتشات، طلع لهم سلطات من قبل الفطار يا باشا. عامة شغلانتنا ديت عايز اللي يحبها، حبيتها هتنتج فيها اللي انت عاوزه كله، طلع فايق بتاعها. في نفس المحل ومعايا برضو في مجال برضو اخر فيها برضو شيف سخن وحلواني. شطب الساعة 3 ايه يعني؟ فول وبيض وسلطة وبتنجان بطاطس شيبسي، بنجهزهم ونولع عليهم الفجر لحد ما نيجي نفتح لحد بعد المغرب. طب انا هخلص وهجيب لك الفكه هنا. ايه؟ هخلص الم نفسي والفكه اللي انا معاك. بنسوي هنا فول يعني، بنولع عليها من الفجر لحد ما نيجي نفتح المغرب. ايه؟ بايه؟ طبق الفول ب5 جنيه معايا السلطه والعيش والطرش والبتنجان. في اللي هو طلب الفول طلبات، وفي اللي هو سندوتشات طلبت سندوتشات. هي الفوله عامه عندنا فوله بلدي، احنا بنظبطها ساعه ما تطلع. في دقه حمراء، دقه توم والليمون والزيت الحار والزيت الحلو وزيت زيتون زيت ذره زيت عباد، كل الحاجات دي كلها تبقى عندنا، كمون وفلفل وشطه ليمون. بنظبط طبق الفول على كده يا باشا.